دمشق، هذه دمشق، وهذه الكأس والراحة. إني أحب وبعض الحب ذباح. أنا الدمشقي لو شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح. أنا الدمشقي لو شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح. ولو فتحتم شراييني بمديتكم سمعتم في دمي أصوات من راح. زراعة القلب تشفي بعض من عشقوا، وما لقلبي إذا أحبب جراح. مع هالكلمات الرائعة ومع هالشعر الرائع لنزار قباني منبلش صباحنا، منبلش يوم جديد. صباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كانوا عم يحضرونا. أكيد اليوم السبت 15 تشرين الأول، ملامح الشتوية بلشت تظهر، وملامح أكيد العطلة اليوم على وجوه الكثير من الناس. نقول صباح الخير لكل المشاهدين وين ما كنتوا عم تتابعونا. صباح معطر بال ياسمين لحومات الديار، بدنا نوجه لهم تحية كتير كبيرة. حلقة جديدة من صباحنا غير أكيد مع نور. صباح الخير يا نور. صباح الخير إليك. صباح الخير إليك ليا، وصباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية وين ما كنتوا عم تتابعونا. كل يوم بنطلع عليكم عبر برنامجنا صباحنا غير بتوقيت الساعة 9 صباحا حسب توقيت دمشق عاصمة الياسمين. فقرات عديدة وضيوف كتار أكيد رح يرافقونا لليوم. أكيد تحيتنا الدائمة لحومات الديار، رجال الجيش العربي السوري، بكم النصر دائما يولد من جديد كل يوم. فاصل صغير وبنكمل صباحنا لليوم مشاهدينا. أكيد نور، ومثل العادة منبلش رحلتنا الصباحية مع الأخبار المنوعة. وبداية أخبارنا لليوم من عالم الدراسات المتعلقة بالصحة والإنسان، واليوم رح نروح لعمل جديد بيتعلق بالغذاء، حيث عرض علماء روس في مهرجان علمي في أحد المدن منتجات غذائية طبية مستحدثة ستساعد الناس على التعافي واكتساب الصحة. ليا، قدم الممثلون من الجامعة الزراعية المحلية خبزاً أضيف له مسحوق من نبات القريص المجفف، حيث اكتشف أنه يسمح هذا المركب بزيادة مدة التخزين دون استخدام إضافات اصطناعية. وعرض المشاركون في المهرجان أنواع من الشراب أضيف إليها ثمار وأعشاب وعسل، وتحتوي أنواع الشراب المذكورة على أزهار الزيزفون الإفرنجي وثمار العليق وغيرها من المركبات الطبيعية، الأمر الذي يجعلها مفيدة جدا للجميع. نور، أكيد مع هالخبر ومع هالدراسة الطبية والعلمية يلي بتخص مثل ما ذكرنا الصحة والإنسان، أكيد رح ننتقل لخبرنا التالي وإلى عالم الابتكارات، حيث كشفت إحدى الشركات الألمانية لصناعة السيارات النقاب عن دراجة ذكية ستطلقها في المستقبل، وهي مزودة بخاصية التوازن الذاتي والقيادة الأمنة، أي أنه يمكنها تحقيق التوازن بنفسها دون الحاجة إلى مسك المقود أو ارتداء الخوذة. ليا، ستزود الشركة قائد الدراجات النارية بنظارات خاصة تقدم لها المعلومات عن الطريق دون الحاجة للنظر إلى الأسفل أثناء القيادة، وتأتي الدراجة النارية الجديدة في احتفال الشركة بالذكرى 100 لتأسيسها.
أكيد نور ما في أحلى من روح الشباب تضل هيك مستمرة بقلوبنا وما نكبر أبداً من جوا. فقد مع هالخبر أصبح رجل في 71 من عمره نجماً للإنترنت بعد أن أظهر مهارات عالية بلعبة الكاونتر سترايك ليحصد تبعاً لذلك 6000 مشارك على موقع اليوتيوب. ليا الروسي العجوز الذي يدعى أمان الأشبايف تعلم أبجديات اللعبة عن طريق أحفاده وتحسنت مهاراته على مر الزمن. فقد أنشأ قناة لليوتيوب ليوفر مؤشرات واستراتيجيات لمساعدة زملاء اللاعبين. الخامس عشر من تشرين الأول أكيد تسجل بصفحاته العديد من الأحداث. خلونا نقلب مع بعض أوراق هالتقويم بمثل هاليوم شو صار. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يكون بصمة تغير مجرى التاريخ ومنها ما يمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من العام 1912 ألفريد فاجنر يتمكن من صياغة نظرية الانجراف القاري، وفي العام 1951 قوات الاحتلال البريطاني تنتشر في منطقة القناة لاحتلالها، وذلك بعد موافقة البرلمان المصري على قرار رئيس الوزراء مصطفى النحاس بإلغاء معاهدة عام 1936. وفي العام 1963 جلاء الاحتلال الفرنسي عن تونس. وفي مثل هذا اليوم من العام 1964 تفجير أول قنبلة ذرية صينية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 علماء آثار أمريكيون يعلنون اكتشافهم أطلال مدينة سدوم المذكورة في الكتب المقدسة بعد 10 سنوات من التنقيب. ومن أبرز الذين أبصروا النور في مثل هذا اليوم من العام 1814 ميخائيل ليرمونتوف أديب روسي. أما أبرز الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام 1964 كول بورتر موسيقي أمريكي. صباحنا للسبق، ولو يمكن سوا نشهد خلال ساعات القادمة على أحداث تغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. بيشهد على ولادة ورحيل عدد من الأسماء بشتى مجالات الفكر والأدب والفن والسياسة وغيرها من الشخصيات. مين شخصيتنا لليوم؟ خلينا نشوف مع بعض. ميخائيل يوروفيتش ليرمونتوف أديب روسي رومانتيكي يدعى أحياناً شاعر القوقاز، وهو أحد أهم الشعراء الروس بعد وفاة ألكسندر بوشكين. ولد في 15 من تشرين الأول عام 1814 في موسكو لعائلة من طبقة النبلاء. لم يبلغ 30 من عمره عندما توفيت الوالدة، فاحتضنته جدة في ضيع التارخاني في مقاطعة بينزا. حصل ميخائيل على تعليم جيد، حيث سافر إلى موسكو عام 1827 ليلتحق بمدرسة داخلية للنبلاء. في تلك الفترة بالذات بدأ بكتابة الأشعار، وباشر بكتابة قصيدة الشيطان عام 1829. بعد رحيله إلى بطرسبورغ التحق بالمدرسة العسكرية ليتخرج منها عام 1834 وينتسب إلى صفوف الحراس في الخدم الإمبراطورية.
وفي الوقت الذي خدم فيه ضابطا في القرية القيصرية لم ينقطع عن القراءة وكتابة القصائد. وعندما ظهرت رواية بطل زماننا في مكتبات مدينة سان بطرسبورغ حظيت برواج سريع، لأن المعاصرين كانوا راغبين في معرفة الشخص الذي وصفه بأنه بطل هذا الزمان. ومنذ أن رأت رواية بطل من زماننا النور أعيد طبعها مرات لا تحصى باللغة الروسية ولغات شعوب الاتحاد السوفيتي السابق، وترجمت إلى جميع لغات العالم تقريبا. توفي في 27 من تموز عام 1841. مشاهدينا، أولى محطاتنا لليوم من دمشق التي تشهد دائما الكثير من النشاطات الثقافية والفنية، فبرعاية وزارة السياحة أقامت مجموعة كلمات للأدب والفنون الملتقى 38 للمجموعة تحت عنوان ثقافة من أجل وطن. تضمن عروضا فنية وأدبية وتراثية تعكس الوجه الثقافي والحضاري لسوريا. لنتعرف بشكل أكبر على منتديات الملتقى وأهدافه، بصرنا نرحب اليوم بضيفنا بالاستوديو الأستاذ محمد عيد القدة، مدير المنتديات والمهرجانات بالملتقى. صباح الخير. هو أكيد كمان شاعر. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. كمان معنا ضيف اليوم كثير حلو وكثير مهضوم، الطفل الموهوب بإلقاء الشعر حسام الحلبي. أهلا وسهلا فيكم ونورتونا ويسعد صباحكم. يسعد صباحكم إن شاء الله. صباحكم ياسمين. يسعد صباحك. يا أهلا وسهلا. بالبداية خلينا نحكي عن أهمية هيدا الملتقى، يمكن مثل ما قلنا 38 هيدا المنتدى، خلينا نحكي عنه. الحقيقة هو الملتقى الشهري لمجموعة كلمات، هو بصير كل شهر مرة، هو تتويج لجهود خلال شهر كامل منقدم فيه الشعر ومنقدم فيه الموسيقى ومنقدم فيه المسرح ومنقدم فيه الفن التشكيلي، كل ما هو جميل. بس أنا حابب أحكي لمحة بسيطة اللي هي عن مجموعة كلمات. مجموعة كلمات هي بلشت نشأتها مع بداية الأزمة، وكانت هي حالة عن تعبير على الإصرار على الحياة وعلى تقديم الجمال. فأسس المجموعة الدكتور علي السمان، وحابب وجه تحية للدكتور علي السمان مؤسس هاي المجموعة، وحابب وجه تحية لأعضاء مجلس الإدارة تلك القامات الكبيرة التي في مجموعة كلمات تعمل دون كلل أو ملل لنخرج بفعالية أو بعمل جميل. بالإضافة أنه نحن منحاول أن نقدم المواهب الشابة شعرياً، فنياً، مسرحياً، دعم مواهب. نعم. أهلا وسهلا. أهلا فيك. لكن نحن يمكن مع هاللمحة الرائعة لعكس الموهبة السورية والمواهب الشابة أو من مختلف الأعمار أيضا، اليوم بصرنا نرحب بحسام. حسام لك صباح الخير. صباح النور. حسام، عرفنا عن حالك، أنت بالصف الثالث، حكي لنا شو تقول شعر، حكي لنا يمكن كيف هيك خطر لك أنه تقول وتقدم الشعر. كان من 5 سنين وبلشت ألقي، إجانا فيديو قصيدة المخيمات للشاعر يسد دولي. فتت أنا شفته، حبيته، تأثرت فيه، حبيت الشاعر، حبيت الطريقة اللي بيلقي فيها. أنا عرفت اسم الشاعر، فتت على اليوتيوب، صرت أحفظ له. صار رأس السنة الهجرية، طلعت قصيدة باسم الأم العربية. بلشت أنا بقصيدة المخيمات، كان شيء حفظت قصيدة الأم العربية وضلينا هيك ماشيين لحتى وصلت لهم. نعم، يعني نحن كتير مبسوطين فيك أصلاً. يعني شو رأيك هيك من الصباح تسمعنا هيك شيء حابب تقلنا إياه، شيء بخص الصباح؟ أوكي. بحب لكم قصيدة الشاعر محمد عيد القدة بعنوان صدى. أنا طفل سوريا الضحية، قربان الجاهلية، على مذبح البشرية تآمرت علي كل الشياطين الإنسية، بدلوا ألعابي البريئة بألعاب الموت الدنية، جعلوا
ضحكاتي بكاء وطمأنينتي رعبا وسالت دمائي الزكية. صرت ابن الشهيد وأخ الشهيد، بل صرت الشهيد مثل البقية. جفت ينابيع الرحمة عني فلم تعد ترويني قطرة فرح وردية. خسئوا خسئوا، لم يفقهوا التاريخ في حضارة الأبجدية. أنا طفل طائر الفينيق في زمن انحطاط الإنسانية. سأنفض عني رماد الموت لأحلق من جديد بعز ومجد مع طيور نور سماوية. لنرتل أناشيد الخلود والحب شامخة أبية، ودرة الأرض لتحيا سوريا، لتحيا سوريا. برافو. يعطيك العافية حسام. خلينا نحكي أستاذ محمد، الهدف الأساسي من كل ملتقى بتقيمه، كل شهر لنا في ملتقى، وكل ملتقى يستقطب يمكن جميع الأعمار، ما في عمر محدد. أكيد. الحقيقة ملتقياتنا هي عملية كوكتيل، فيها المواهب، فيها الأطفال والبراعم اللي نحن بنحاول إنه نحطهم على السكة، ونحاول نعطيهم الشيء اللي بيناسب عمرهم واللي بيسقل موهبتهم الموجودة. فيها اليافعين اللي كمان بنشجع أي موهبة عندهم، أقلامهم، ريشتهم. فيها الشباب، وفيها الأساتذة الكبار والقامات المحترفين اللي هن عادة أسماءهم معروفة ضمن الوسط الثقافي والأدبي والفني، وهن أعضاء غالباً أعضاء مجلس إدارة معنا، وفي منهم أصدقائنا. فمنحاول نقدم كل هالتشكيلة والتنويع هذا. نستخدم الحرف والكلمة بالشعر كإضاءة شموع أو كتنوير. بنستخدم الغنية اللي ممكن توصل أو اللي ممكن تقول شيء. نستخدم السكتش أو العرض المسرحي كمان الهادف. نستخدم الغنية الراقية اللي ممكن تحاكي الوجدان وتحاكي العقل. باختصار كل ما نقدمه هو إضاءة شموع في هذه يعني بهالوقت هذا ووسط هالأزمة هي. ولنقول وبرجع بقول أننا كشعب سوري عريق مصرين على الحياة وعلى أن ننبض بالحب والجمال والعطاء. نعم أستاذ محمد، كمان يعني لكلماتك لهم أكيد وقع خاص، وهيك بسرنا اليوم بصباحنا غير كمان أنه نسمع شيء من إلقاء حضرتك. هلأ حسام سمعكم قصيدتي صدى، هي بتحكي عن طفل سوريا. أنا حسمعكم شيء لدمشق. اسمها متى في دمشق غفت على صدري غيمة من تشارين، همست تواسيني ما بالك حزين. فسالت دموع عيوني جداولا تسقي مرابع الحنين. سجدت أمرغ وجهي بتبر ترابها، أتنشق عبير ثرى أهلها. وجهت وجهي لقاسي يونس، سألته متى تعود طيورنا المهاجرة، ومتى يعود على ضفاف بردا يغني ويرقص الياسمين. صباحكم ياسمين. صباحك ياسمين. كاميرا الإخبارية السورية كانت متواجدة بالملتقى. نعم. برفقة زميلتنا سلمى عودة. خلونا نتابع بعض المقتطفات ونرجع نتابع حديثنا مشاهدينا. I'm
استاذ محمد، كنا عم نتابع اجواء الملتقى، ومثل ما قلنا يمكن العديد من المشاركات والعديد من الشباب بجميع قطاعات الفنون. خلينا نحكي اليه المشاركه بالملتقى، كيف ممكن الواحد يشارك معكم؟ هلا نحن لدينا مواقعنا، لدينا صفحاتنا على مواقع التواصل الالكتروني، بالاضافه لصفحاتنا الشخصيه. نحن كاعضاء مجلس اداره في مجموعه كلمات، ممكن اي حدا بيلاقي عنده الموهبه الشعرية أو الفنية أو العزف أو الرسم أو أي شيء ممكن يتواصل معنا، ونحن ممكن ننضم للمجموعة، ونحن بنرعى هذا الموضوع. وفي ميزة كثير مهمة، أنه كثير من المواهب موجودة في الوطن وفي المجتمع، ما لأخذ فرصتها بأنه الناس تتعرف عليها أو تسمحها أو تشوفها. نحن عم نقدم هاي الفرصة لهالمواهب الشابة أو لهالمواهب هاي، بحيث أنه ينعرف وينسمع ويصل حرفه ويصل جماله ويصل الشيء اللي عنده بهالطريقة هاي. نعم، خلينا ننتقل لحسام. حسام، احكي لنا قديش أنت باليوم تتدرب، وهيك يعني كيف تختار أنت شو بتحب أكثر شيء تسمع أو هيك وتتدرب عليها، وقد بدك وقت لحتى تحفظ أي قصيدة؟ ساعة ونص يوم أي يوم لا. وبحب ساعة ونص يوم أي يوم لا بتسمع ولا بتتدرب؟ لا بتدرب وبسمع يعني في نفس الوقت. وبحب اقرا اكثر شيء للشعر يسردولي مثل ما خبرتنا. طيب شو بدك تسمعنا هلا؟ قصيده باسم بعنوان المخيمات للشعر يسردولي. اوكي. سالهم طفلهم في اولها ما هذا؟ اجابوه غيمه سوداء وبتزول. سألهم طفلهم في آخرها ما هذا؟ جابوه خيمة سودا لمسلول. حبيتك المربوط بحبال، وي حارتك صحراء وجبال. كل مين سألك عن عنوان قل لهم ضاع، أنا بلا عنوان. ما عاد اسم بابا على الباب، بابا استشهد وما عاد في باب. وحيط خينة القماش في وجع عم بقل، في حرفين زر كبار بيتهجوا يوقل. في إلك ماما اسمها سوريا، هي مو هون هي هنيك. مطرح من نار عم يطلع ودخان عم يطلع، صرخات وآهات وروح عم تطلع. كل ما توجعت حاكيها وناديها، في الشلة قلبك في الشلة حلمك. إلا يا مو سوريا، أنا تعبان وبردان، أنا جوعان وعطشان، بدي مي وبدي في، بدي احضنك يامو وغمرك وتخبى، بدي شمك يامو وحضيناتك تتربى، بدي اكل من زيتك وزعترك ومربى. يا ويلي شو طيبه فيك المربى، بدي اكل من خبزك وقمحك من مرك وملحك وينشف ريقي يامو، حاشرب من ندي جرحك. عبالي عبالي لحمه، هون ما في لحمه، عبالي لحمه، عبالي شوارك وقت الزحمه، عبالي تلعبين بشعرات يامو هيكل حتى اخفى ونام، عبالي متوفة رحمة، عبالي حس حالي محمي. يامو سوريا يا يامو، هون بيضربوا ولادك الصغار بيتمرجلوا علينا، هون بيتزوجوا بناتك الصغار بيتسوقوا علينا، هون ما في صغير ولا ختيار، هون ما في رفيق ولا جار، هون ما في اول الشام ولا عز الشام ولا كرامة الشام، هون في كل شي بيدبح وكل شي بيدبح في بالشام. مثل ما قلت لك، في الشلة قلبك في الشلة حلمك، وشارك ظلمك لخيك غزاوي أصيل ابن أصيل، بي هو بيك. قل له خياه غصتك عانقت غصتي وشدت على الظهر، قالت لي قوم وقوم نحن رجال ورجال ما تبكيش، عشت طفولتك بالملجأ 4 سنين وعن غربتك ما تحكيش. أنا اللي 60 سنة جدي عاش لاجئ وأبوي لاجئ ما تبكيش، أنا لاجئ أخوي لاجئ ما تبكيش، بس ابني اللي هو ابنك غير بالشام وفلسطين ما حيقدر يعيش. قلت له يا ريتك سوري يا معبر رفح، يا ريتك سوري يا معبر رفح، وحياة راس كل سوري بسناننا حينفتح. هادي غزة عالقة هون ورب العزة، دمكن على أهل النخوة ما يهون. انتو قديتنا والقدايا كترت في شجرة الدين من العرب ما لقيت، بس اللي خلق حمام الشام وعمر قبة الأقصى، دمكن دين على دمنا وهالعرق ما ينسى مهما جار الزمن يا جار. وما المختصر يكسى إلا يوم سفنا،
البحر من الملاجئ للمرافق وغير بمرافقكم ما ترسى إلا يوم. لو ضاعت عناوين العرب، لو ضاعت عناوين العالم، سوريا وفلسطين إلهم عناوين. الله يسلم هالتم يا حسام. أستاذ محمد، قديش فعلا اليوم الكلمة قادرة تمثل الواقع اللي احنا عايشينه؟ يعني كلام جدا جميل عم يحكي حسام، وعم يعبر، بتحس طالع من جوا. يعني طفل عمره يمكن مثل ما قلنا 7-8 سنين، عم ينقل الصورة الحقيقية للواقع الموجود. طالما في سوريا مثل هذه الطفولة، وطالما في سوريا مثل هذه البراعم، فلا خوف على سوريا بإذن الله. وطالما يوجد عقول ويوجد جمال في سوريا، وطالما أعود وأقول نحن مصرون على الحياة ومصرون على أن نحيا الجمال وأن نحيا إنسانيتنا بشكل راقي وجميل، فبإذن الله لا خوف على سوريا. نعم، يعني بالملتقى مواهب كثيرة، واحتضانة لهي المواهب مثل ما ذكرت لنا كمان شيء كثير مهم من قبل المعنيين. خلينا نحكي يمكن عن أبرز الأنشطة اللي قمتوا فيها بعام 2016، وقبل ما نحكي عن التحضيرات ونحكي عن أبرز النقاط أو الأنشطة أو الفعاليات يلي أنتوا قمتوا فيها. الحقيقة نحن عنا عدة فعاليات سنوية. في عنا الفعالية الشهرية اللي هي ملتقى كلمات، اللي هي عبارة عن مهرجان مصغر نقدم فيه ما شاهدتوه حين تغطيتكم لفعاليتنا الأخيرة. في عنا قريبا جدا مسابقة أمير شعراء كلمات، وهي مسابقة بين المواهب والشباب، وفيها جائزة مادية ومعنوية حول موضوع معين عدة مراحل، وبتعمل يعني بتعمل تشجيع للشباب وبتعمل تحدي وأكشن، تحدي بالجمال طبعا وبالتقديم الأفضل. في عنا مهرجان كلمات السنوي اللي قمنا فيه بالعام الماضي على مسرح دار الأوبرا، وكمان قدمنا فيه مجموعة من الفقرات المسرحية والفنية والشعرية، وقدمنا أوبريت الوطن العربي، وكان أوبريت له صدى كتير كبير، وكان رسالة من كل مواطن عربي من كل بلد لسوريا، قدمناه باللباس الفلكلوري لكل بلد وبومضات شعرية قاموا بتقديمه شعراء كبار وقامات. قريبا مسابقة أمير كلمات، وبعد منا إن شاء الله في عنا مهرجان كلمات السنوي وفعالياتنا الشهرية، بالإضافة إلى فعاليات نقوم بها على مسارح المراكز الثقافية. كان في عنا بالوقت القريب جدا على في المركز الثقافي العربي بأبرماني منتدى شباب كلمات، منتدى شباب كلمات حطينا فيه الأعمار اللي تحت 25 سنة، وعطيناهم فرصة يطلعوا على المنبر ويواجهوا جمهور ويقدموا اللي عندهم، اللي قدم شعر واللي قدم غناء واللي قدموا عدة فعاليات، وكان الحمد لله كانت فعالية كتير موفقة، وأثنى عليها جدا مدير المسؤولين في وزارة الثقافة وفي مديرية ثقافة دمشق. ومن هون كمان بحب وجه شكر كتير كبير، لأنه الشكر والعرفان بالجميل واجب، للأستاذة رباب الأحمد مديرة المركز الثقافي العربي بأبرماني، اللي هي حدا كتير عم يشجع النشاطات الموجودة ونشاطات بالذات مجموعة كلمات، لأنها يبدو أنها لمست شيء جميل وتقدمه المجموعة. الجميل يمكن الاستمرار منذ بداية الأزمة لليوم بالفعاليات والنشاطات اللي عم تقوموا فيها. قديش مهم إقامة نشاطات فنية ثقافية تراثية ضمن الظروف الصعبة اللي احنا عم نعيشها، في ظروف استثنائية، ظروف حرب، رغم ذلك يمكن بالمقدمة قلنا انه مستمرين بالعمل الثقافي الفكري، ويمكن نحن عم نحاول نحارب هيدا الفكر الإرهابي يمكن بالفكر الثقافي والحضارة السورية. الحقيقة أي نشاط فكري، أي نشاط ثقافي، هو يعتبر بصمة حب في زمن الحرب. العمل، الانتصار ليس بالبندقية فقط، الانتصار بالعقل وبالتنوير. الانتصار أول ما يبنى يعني إذا أردت أن تبني مجتمع عليك أن تبني الإنسان في هذا المجتمع. فممكن كلمة أحياناً، ممكن كلمة تبني في عقل المستمع أو المشاهد مسيرة نور، وممكن كلمة أو عمل فني
يحرك بوجدان المتلقي كمان جمال ورؤية جميلة وتحليل مختلف للأحداث أو ما يحدث أمامه. نعم. قبل ما نختم على السريع، شو هي تحضيراتكم اللي جاية بالملتقى؟ الحقيقة هلا وقفنا نحن ملتقانا الشهري مؤقتا لأنه عم نحضر وبقوة الجمال لمسابقة أمير كلمات اللي إن شاء الله حتكون كل حلقة فيها عرس ثقافي. نأمل أنه نقدر أن نرتقي لذوق المستمعين والمتلقين والوسط والإعلاميين. أكيد أنتم حتغطوها وحتشوفوها وإن شاء الله بنقدم شيء يليق. أكيد إن شاء الله. بدنا نشكرك أستاذ محمد مدير المنتديات والمهرجانات بالملتقى، وبدنا نشكر الشاب الصغير حسام على وجودكم معنا. شكرا جزيلا لكم. نتمنى لكم أكيد التوفيق فردا فردا لجميع الأشخاص الموجودين بالملتقى. أكيد نحن نور نحن نختم اليوم الفقرة مع حسام لأنه رح يخبرنا شيء ونلتقل فورا. تفضل يلا. حب لكم قصيدة للشاعر ياسر الدولي بعنوان الوطن يا صاحب. أوكي. الوطن يا صاحب إنك تخاف على بلدك أراضية وتشتغل فيها ليصير مستقبلها أحسن من ماضية، وإنك تفعل وما تضل بالوطنيات مقضية. الوطن هو تشعيد الزلمة الختيار أو الدكانة، ورت اللمبوزن اللي دايما حردانة، صوت جارتك هي عم تبعد الولادة، صوت فيروز مع القهوة السادة، وصوت ولاد الحارة هن اللي عم يلعبوا طابة، صوت ولاد الحارة وهن اللي عم يلعبوا طابة. الوطن يا صاحب ريحة طبخ أمك، ضحكة أبوك، غلاظة أخوك. أجلك يا الوطن يا صاحب ريحة طبخ أمك، ضحكة أبوك، وغلاظة أخوك. الوطن يا صاحب تفاصيل صغيرة، وطن يا صاحب تفاصيل صغيرة، وما كبرت ما بتصغر، وما كبرت ما شو؟ ما بتصغر. يعني عليكم إلا عنا هون، كبرت غير ربك ما بيصغرها. إن كبرت ما بتصغر، ولا بتحلى ولا بتغنى ولا بتغلى ولا بتتطور لح تتدمر. حترد علي وتقلي الوطن يا صاحب خلص ولو تدمر؟ لا لك لا، البنزين غلي بس بيتدبر، الغاز انقطع بس ما تبخر، وبيتنا انهدم يا أمة الله بيتنا انهدم، بس البيت بيتعمر. في شجرة هنيك هوا عم يلعب وراقة، في طير بالسما عم بغرد عم بزغرد عم بيقلنا الفرج قريب. حتقلي غريب غريب انت يا رجل، انه ما بدك كان نحقد ونحن اللي انقتل منا واحد، ما بدك كان نحقد ونحن اللي راح من عنا شهيد. حقلك بس 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 بس، انسى كل شيء انتو، انسى الطبخ النفخ الاتحاد برشلونة وريال مدريد. الوطن يا صاحب هو روح الشهيد، الوطن يا صاحب هو روح الشهيد، كرمال روح شهيدك ما تقتل وطن. الوطن يا صاحب هو روح الشهيد، كرمال روح شهيدك ما تقتل وطن. الوطن يا صاحب وروح الشهيد، طب روح الشهيد واسأله ليش ضحيت، ليش عن حياتك استغنيت، حيقلك الرصاصة بعده بالراس. كرمال الناس المعترين المظلومين المقهورين، كرمال يرجع السلام ويبطل على الصيف ولد صغير ينام، كرمال الجامع الأموي وجمعة الحمام عبركة مي عطشانين، عكسة خبز جوعانين، البيضة مثل السمرة مثل الحطية مثل الزنشية، كلهم حمام كلهم حمام. ما في حمامة بنت فلان، ولا في حمامة بتسرق منك الأمان، ما في حمامة بترتشي، ولا حمامة تزلك وتقلا مشي، كلهم حمام. استشهدت كرمال المحبة، كرمال نرجع واحد. سامح يا صاحب سامح، سامح يا صاحب سامح، مليون شهيد وطن ولا الوطن شهيد، مليون شهيد وطن ولا الوطن شهيد. برافو برافو. مع هالكلمات مشاهدينا بننتقل لفقرتنا التالية من شواطئ الفينيق، أبحر أول مركب ونشر رسالة الحضارة لتكون صناعة السفن حرفة متجذرة لدى السوريين بجزيرة أرواد. خلونا نتعرف عليها والتقرير التالي. عبر الماء يتنقلون، فقليلا ما يغادرونها إلا لابتياع حاجة أو زيارة طبيب. إنهم الأرواديون يعيشون حياة مختلفة مقارنة بباقي السوريين. بالضرورة نطلع على طرطوس يعني، وإلا إحنا أرواد معروفين. الأجور مقبولة ورحلات متوفرة دائما.
شكلت صناعة القوارب في جزيرة أرواد عبر الزمن صناعة وحرفة متينة ارتبطت بحياة الإنسان منذ قديم الأزل، ليشتهر الأرواديون بصناعة أصبح الانقراض يهددها لقلة مزاولها. أولادنا ما علمنين هالمصلحة هذه وكلنا نتعلم وروحوا بالبحر بسبب ظروفه وروتين عمّن عيني منه احنا شوي من سنة 2001 بمنع التراخيص للصيد والأمور التانية النقل الخشب والعمّن تعذب يعني فيها معينات شوي للصناعة، بس الصناعة ما في أجمل منها ولا في أمتن منها في العالم واحنا تورثناها عن أبائنا وعن أجدادنا. وممتاز صناعة السفن في أرواد إني الصناعة هذه الوحيدة اليوم في العالم اليدوية وقابلة على الانقراض. احنا خلقنا فيها وعشنا فيها ورثناها عن أجدادنا. ضوارقنا معروفة بالساحل السوري وباللبناني وبكل الدول الأوروبية بأن بالبحر ما في أقوى منا أبداً معروفة وبتحدى العواصف والأمواج العاتية. ومن حيث الاتزان والجمالية والمتانة وصناعة والأخشاب الموضوعة فيها والله حسب السرعة حسب الموعد اللي بيعطيك إياه الجو. أنت بدك إياه مثلاً في شهر 10 شهر 5 شهر 2 بدك إياه بشهر بيعطيك إياه حسب السرعة اللي بدك إياه. غير عابئين ببدائية الأدوات يتقنون عملهم بمحبة وشغف. يصنع حرفيو أرواد قوارب خشبية ذاع صيتها بين دول البحر المتوسط، ولتشكل اليوم هذه الصناعة علامة فارقة في ملامح بقعة سورية اسمها طرطوس. هلا صار الوقت لحتى نترافق بجولة على أهم الأخبار الثقافية، وخبرنا الأول مع كيلوت. أكيد ليا، خبرنا الأول من حمص بهدف توفير الدعم النفسي والاجتماعي وتعزيز المهارات الحياتية للأطفال واليافعين وتوفير فرص التعلم والمشاركة تحت عنوان مشروع الرياضة من أجل التنمية. تتواصل فعاليات الأنشطة الرياضية التي تنظمها مؤسسة الشهيد فرح حمص بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان ومنظمة اليونيسف بمشاركة 1500 طفل من مختلف أنحاء المدينة بإشراف عدد من المدربين الاختصاصيين. تفاصيل أوفى بتقرير مراسلنا بحمص أسامة ديوب. هدفنا الأساسي هو تنمية القوة والإدراك للأطفال والصحة النفسية والجسدية لخروجهم من الوضع الحالي أو الأزمة الحالية. في عنا مراكز تدريبية منتشرة كتير بأحياء حمص مثل أرمان الزهرة هون مدينة البعث الرياضي. هلا مشروعنا هو قائم الأطفال الصغار هدول الموجودين بمدينة حمص من جميع الأحياء الموجودة اللي داقت شوي من هاللوعة من هالأزمة هاي. نحن عم نحاول هون طالعهم من هالأجواء شوي عصبية شوي المتشنجة، عم نقوم بالتمارين الرياضية للأطفال، اكتشاف المواهب اللي عنده أي موهبة رياضية ممكن يشجعوه ونحفزه عليها. يعني الرياضة حياة، تجي منتسلى هون، نجي مع رفقاتي، تعرف على رفقات جديدة، يعني صرت نتعلم طبق مستقبل جيد، بتصير لاعب بالنهاية يعني بتصبح مدرب، بالنهاية الرياضة هي حياة أهم شيء بالدنيا. أنا شاركت بهذا النادي وهذا النادي وصلني لهي المرحلة وشاركت بعدة بطولات بالمشي السريع واستفدت كتير وتعلمت كيف امشي صح وجبت كذا بطولة أول وثاني والفضل كله لمدربنا والمؤسسي.
فاز الكاتب الأمريكي بوب ديلان بجائزة نوبل للأدب، وهو مغني وملحن وشاعر وفنان تشكيلي وممثل أمريكي. وقالت الأكاديمية السويدية المانحة للجائزة إن بوب خلق تعابير شعرية جديدة في الأغنية الشعبية الأمريكية، وإلى جانب موهبته الغنائية الفذة يتمتع بحس شعري رفيع برهنه عبر كتابته لأغانيه والإيقاع الخاص. ولربما جهل كثيرين أن يكون موسيقيا بطلا لنوبل للأدب التي عرفت بتتويج كبار الروائيين والكتاب والشعراء بجائزتها المرموقة، وهو ما جعل نيل الموسيقار والمغني الأمريكي بوب ديلان للجائزة مثار تساؤلات عدة لدى كثيرين. وخبرنا الأخير مشاهدينا من الجزائر، فقد فاز الفيلم الجزائري الآن يمكنهم المجيء بالجائزة الكبرى لمهرجان عنابة للفيلم المتوسط في دورته الثانية، فقد أسدل الستار على فعاليات المهرجان الذي شهد مشاركة 35 فيلم تنافست لنيل الجائزة الكبرى العناب الذهبي التي حاز عليها الفيلم الآن يمكنهم المجيء للمخرج سالم إبراهيم. الفيلم الجزائري من تأليف أرزوقي ملالي الذي شارك في كتابة السيناريو ويروي هذا العمل السينمائي مدته ساعة و55 دقيقة اجتماعية تدور أحداثها في العشرية السوداء في الحقبة الواقعية بين عامي 1988 و1998 في الجزائر. مع هالخبر أكيد بتكون جولتنا الثقافية خلصت لليوم. أخبار جديدة أكيد نعرفها بكرة بأخبارنا الثقافية. فاصل ومنرجع. أكيد نور، هلا وصلنا لفقرتنا الطبية ورح نتابع فيها عن حديثنا عن مرض السكري اللي بدأناه المرة السابقة مع الدكتور وضيفنا الدائم زياد زودي الاستشاري بالغدد الصم وأمراض السكري، وأكيد رح نحكي أكيد عن السكري الشبابي وسكري الحمل وأنواع الأنسولين. صباح الخير دكتور. صباحكم. أهلا ليا. أهلا نور. صباح الخير دكتور. صباح الفل. بالبداية مثل ما بنعرف صار مرض السكري اليوم بيقولوا له مرض العصر، خلينا نحكي عن أنواع مرض السكري، منا مرض سكر الشباب. احنا ركزنا بالحلقه الماضيه نور على السكر اللي بيجي على الكبار، وقلنا انه الخلايا بتفرز الانسولين من البنكرياس اسمها خلايا بيتا، بيكون ما عندها كميه كافيه من الانسولين او انه في مقاومه لعمل الانسولين، يعني الانسولين بده يشتغل بس ما عم يقدر يشتغل لانه مثل واحد عم يفتح الباب واحد من الجهه الثانيه عم يسكره. هلا النوع اللي بدنا نقول عليه نركز عليه هالمره هو السكر الشبابي، يلي نحنا بيكون لسوء الحظ انه الخلايا البنكرياس كلها متدمره، بيكون في خلل بالمناعه الذاتيه وما عاد في افراز نهائيا للانسولين، ونحنا بتكون الاعراض هون كثير واضحه وكثير صارخه. بنقول يعني بيصير في بسرعه تعب، بينزل الوزن كمان بتواتر كثير سريع، بيصير بيعطش كثير الطفل، يبول زياده، يمكن يكون نضيف او مره ثانيه بيرجع ببول ما عاد يلحق حاله، بصير في التهابات بوليه متكرره، بصير في الام بالبطن، لعيه نفس بالصف، يمكن المعلمه او الاستاذ يقولوا للاهل انه ابنكم كل الوقت شارد ما عم يتابع، ما في تركيز، ما في تركيز. بيكون في كمان يعني بنلاقي وشه صار في هيك اصفرار، يعني كل الامور بتدلنا انه في شيء لازم ندور عليه. وحتى اوقات الالام البطنيه بتكون بتوجهنا بشكل خاطئ
لا يمكن نفكر انه اذا ما كان الطبيب متمرس انه التهاب زايده او يكون البطن قاسي، لانه بيصير في ارتفاع بحمض بالدم هو حمض الخلون، لانه السكر ما عاد اجى الانسولين وخلاه انه ينحرق، بيجي بيتحول لحمض هو حمض الخلون وبيعمل مشاكل كثير كبيره. نعم، يمكن الاستشارات الخاطئة أو يمكن فيه كتير أخطاء بيرتكبوها دكاترة بالتشخيص الغلط، يمكن ما بيكونوا كاشفين عن هاي الأسباب مثل وجع البطن مثل ما ذكرت دكتور إنه ممكن يكون غير شيء. تمام. هل إذا أخذ دواء ما إنه مناسب يأثر بطريقة سلبية على مرضه للسكر؟ لا، ليه أهم شغلة إنه إحنا نشخص مزبوط. يعني التشخيص كتير سهل انه نفحص نحن تحليل سكر بالدم، بجوز الشك بزايده مثل ما ذكرت. ايه، مثلا بس نعمل نحن حتى لو شك بزايده بدنا نعمل تحليل سكر. وقت نلاقي السكر عالي اوقات في سرعه بالتنفس بصير الطفل بده يحاول يعاود لانه ارتفع الحمض، بده يخلي انه الحمض يطلع من الجسم بتنفس سريع. هي طريقه من الطرق. اوقات منفوت وقت نفوت نحن بحماض خلوني يمكن نغيب عن الوعي ويصير في عنا كوما، نضطر ندخل لعناية مشددة. مشان هيك يعني فحص السكر كتير سهل وعلى ضوءه بنقدر، وحتى لو شكينا هلا اي واحد بده نعمل له زايدة، اي طفل اي طفلة بده ينعمل لهم زايدة بدنا نعمل تحليل سكر. يعني هذا اضعف الايمان، اذا شفنا السكر عالي لازم نتوجه لشيء ثاني. اوقات رائحة التم بتكون مثل رائحة التفاحة يلي نحن اكلين تفاحة وتاركينا عدة أيام في ريحة يعني عفن بالتفاحة محمضة، وهي وقت نفوت على الغرفة دغري بتطلع الريحة بالغرفة. هلأ هالسكري الشبابي بيجي غالباً عند الصغار بالعمر، يعني بأي عمر إذا ما نقول ممكن نور في احتمال يجي السكري الشبابي بأي عمر من الأعمار. هلأ نحن بنشوف أوقات بعياداتنا بأعمار كتير كتير صغيرة، بس غالباً بيجي عند المراهقين والمراهقات، بس في احتمال يجي عند الكبار. يعني مو معناتها اذا نحن بنقول السكري اللي حكينا عليه المره الماضيه هو السكري بيجي بعد 40 سنه، اذا السكري عند شخص او سيده او انسه عمرها فوق ال 40 وصار في عندها اعراض سريعه جدا جدا، في نحول، في تبول كثير قوي، في عندنا عطش كثير قوي، وعندنا السكر عالي كثير كثير، هون العلاج حصرا بالانسولين. هلا الغلط يلي بيصير اول لغط خلينا نقول انه دكتور انا ما بدي اخذ انسولين بتعود عليه، حكينا المره الماضيه عن الموضوع. احنا اذا اخذنا انسولين ما متعود عليه في كثير من الحالات ما بنسال اصلا، لانه في خطر على الحياه. صحيح، مدخل الطفل او الطفله او حتى الكبير بالعمر لان دخل بحاله حماض خلوني على المشفى وبنعطيه انسولين لانه في خطر على حياته، بعدين بنوقف له الانسولين ونرجعه على الحب. معناتها احنا ما في شيء اسمه متعود على الانسولين. يمكن بدنا نقول اذا سكر الشباب مع المراهقين او اكثر المصابين فيه المراهقين، شو السبب الاساسي؟ زي ما نقول اختلال الهرموني او سبب وراثي او العامل الوراثي نور محدود عند هلا في استعداد وراثي، بس الاستعداد الوراثي بالسكري الطفلي هو اقل بكثير بكثير من الاستعداد الوراثي عند السكري اللي بيجي على كبر. بس نحن مثل ما قلنا انه في خلل بمناعه ذاتيه، بنعمل تحليل دم ومنعمل شيء بيسموه تحري عن الضادات، بسموها باللغه الاجنبيه انتي بودي باللغه الانجليزيه، بتكون عاليه في نوع من الضادات يلي هي بتهاجم خلايا بيتا يلي بجذر لونجرهانس الموجوده بالبنكرياس، هي بتكون عاليه وبتعطينا انه مؤشر انه صار في تدمير لخلايا بيتا. ليش بيصير هالشيء ما بنعرف، بس بتكون في خلايا فيها الانتي بودي إيجابية، إنسولين واطي كتير كتير أو معدوم نهائياً، سكر عالي كتير كتير، عطش كتير قوي، تبوال بشكل رهيب، وبتجي الأعراض بسرعة. السكري اللي بيجي على كبر يا نور ويا ليا أوقات نضل سنتين وثلاثة لحتى نشخصه، يعني على مهله وقت نشخصه نحن بنقول إنه في بين سنتين للخمس سنوات هو السكر موجود. وحتى أوقات بيروحوا بيصير معهم أعراض إنه بيروحوا عند دكاترة قلبية بيعملوا لهم قسطرة، بنلاقي انه في شرايين اكليلية مسدودة، بنحط لهم شبكة، بعدين بنحلل السكر بنلاقي السكر عالي. ومن زمان وبنعمل خضاب السكري اللي هو بيعطينا تحري عن السكر من ثلاث شهور لهلا بنلاقي انه عالي كثير. معناتها في اختلاف كثير
أعراض. نعم أكيد. بما أنه عم نحكي عن الأنواع، خلينا دكتور شوي نتطرق لسكري الحمل عند النساء. يمكن هذا من أهم المواضيع ومن أهم يمكن الإضاءة على هيك تمام. مرض، أو يكون في توعية أكثر بهذا الموضوع، خلينا نحكي عنه. السكري الحملي هو بدنا نقول يا أما السيدة قبل ما تحبل كان مع سكري، بتعرف حالها مع سكري وقت حبلت صار سميناه سكري حملي. هلا اغلب الحالات بتكون في استعداد وراثي. اي سيده عم تشوفنا هلا عبر الاخباريه وجايبه ولد او بنت وزنها بالأربعة كيلو وما فوق، هي سيده رح يصير معها سكري حتى يثبت العكس. نحن ما نقول لا سمح الله، بس انه كل سيده جابت وليد وزنه كبير. ليه؟ لانه السكر وقت يعلى نور بالدم عم بيفوت على عند الجنين صار في سكر زياده فبيساهم. يعني نحن بدنا نحكي هلا شو بيصير عند الحامل يلي مع سكري وسكره ما له مضبوط، انه رح يجي ولد كبير. كيف بدنا نشخصه؟ هلا بدنا نحكي عن التشخيص، كيف بدنا نشخص عند وحده حامل انه عندها استعداد يصير عندها سكري؟ اذا السائل الامنيوسي عندها اكثر من اللازم، عم تراجع الطبيب او طبيبه نسائيه وشافوا انه السائل الامنيوسي زياده، شافوا عم بيصير احنا بنسميها باللغه الاجنبيه ماكروزيميا. شو يعني؟ يعني جنين عم يكبر بسرعه اكثر من اللازم، هي ما لها علامه ايجابيه. وقت يكبر الجنين بسرعه اكثر من اللازم رح يصير في صعوبه اول شيء وقت تولده بطريقه طبيعيه، يمكن ما قدرت تولده بطريقه طبيعيه، غير انه بصير نقص بالمناعه كمان بالايام الاولى من حياته، رح يصير عنده صعوبه تنفسيه. يصير عنده مشاكل تنفسية، وغير انه الخلايا اللي بتفرز الانسولين عنده رح تتضخم لانه عم يجي سكر كثير. وقت يولد رح يصير عنده احتمال كبير يصير عنده هبوط سكر، وممكن يعني هو يكون مصاب بمرض السكري. ممكن هلا هذا نور وقت بالمستقبل ممكن الوليد اللي بيجي وزنه كبير هذا عنده يصير استعداد يصير عنده سكري اكثر من غيره، بس بوقت متاخر. يمكن مو سكري الشباب تماما، هذا بصير عنده استعداد يصير سكري على كبر، لانه من وقت ما ولد كبير وراح يصير عنده مشاكل. نحن برنامجنا هو برنامج توعوي. الرساله اللي بدنا نوصلها لكل مشاهدينا عبر القناه الكيل بتجنن، انه كل مين عم يشوفنا بده يحاول ينتبه للموضوع. ما بدنا توصل القصه انه اي سيده تولد ولد يعني وليد وزنه كبير، معناتها لازم نحن الوقايه كثير مهمه. الفحص الدوري قديش مهم؟ يعني مثل ما قال الدكتور انه في ناس بعد سنتين وثلاثه بتكتشف مرض السكري، قديش اكتشافه يمكن بوقت مبكر بيساعد على ثبات مرض السكري، يعني ما بيكون عنده مشاكل زياده، نحن دائما بنكتشفه فجاه مثل ما قلت بعد سنه. نور نحن جهاز فحص السكر كثير مهم يكون موجود بكل بيت، وفي كثير اعتقاد خاطئ وشائع انه جهاز فحص السكر هذا كذاب وما بيعطينا النتيجة مضبوطة، وأنا بديره على المخبر والمخبر قدام بيتي. كتير مهم مثل ما ميزان الحرارة يكون موجود بكل بيت، جهاز الضغط يكون موجود بكل بيت، جهاز فحص السكر يكون موجود بكل بيت. في عنا أجهزة كتير دقيقة وموجودة بأحسن مشافي بالعالم. لازم نحلل السكر بعد الطعام ساعتين من وقت لوقت لأي فرد من أفراد الأسرة. إذا صار في، نحن بدنا نقول على شغلة، الأطباء النسائية بيقولوا الحمل هو 9 أشهر، نحن بنقول أطباء الغدد 10 أشهر. نعم. لأن في شهر هو تحضير للحمل. إنه إذا صار في تحضير جيد رح يصير في تعشيش جيد ورح يصير في حمل سليم أكثر. نعم. إذا الله راد. بس دائما نحن اعقل وتوكل، يعني صحيح. ما بدنا نعتمد إنه هيك بده الله، نحن دائما ماشيين هيك بده الله. نعم. تخيل اسمه لله. الطب عم يتطور. نحن بدنا نكون لاحقين كل المواضيع واكثر وعي بالموضوع. دكتور معنا شي دقيقه ونص، بدنا وقت فورا بمر معك بسرعه، بدنا نحكي عن انواع الانسولين، خلينا نضوي عليها بعد اذنك. ليا شغله كثير مهمه، نحن الانسولين موجود من زمان بالعالم، من سنه 95 يعني هلا صار له 21 سنه. موجود شيء اسمه مماثلات الانسولين اللي اسمه الانالوج، وعم نعتمد عليها ببلاد برا كثير كثير كثير. هلا هناك عندهم شركات تامين، واكثر شيء الدوله هي اللي بتغطي هالشركات التامين. عم يصير عندهم عجز، انه وقت عم يصير عندهم مشاكل من السكر، السكر المضبوط بيعيش حياته الشخص
أو السيدة أو الآنسة، لأن تقول شخص يعني هو ذكر، نقصد شخص هون كل من كل الذكور أو إناث، إذا سكرهم مضبوط بيعيشوا حياتهم مثل أي إنسان تاني ما معه شيء. هدول الشركات التأمين بالعالم عم تغطي لهم الأنسونات المماثلة. ليش؟ تقول بدفع هلأ أنا أكتر بشوي، بعدين بيعيش هالشخص حياة كتير بسلام وبأمان وبرواء. ما بدنا كل سوريا كنا إحنا منحبه إنه يعيش بهالمثالية الحلوة. لازم يشوف طبيبه الأنسونات المماثلة موجودة ببلدنا. لسوء الحظ ما عاد توزعت بالمراكز، مشكورة وزارة الصحة، بس بسبب الأزمة ما عاد قدرت وزارة الصحة تغطي الأنسونات المماثلة. بس نحن عند الأطفال، أنا بركز عند الأطفال، إنه بدنا جرعات صغيرة، وهي كل ما كثرت الكمية كل ما تكلفنا أكثر، إنه طبيبنا هو يوجهنا شو بدنا ناخذ أنواع من الأنسولين. في تركيبه جلارجين، ما رح أقول الاسم التجاري، أو تركيبه ديتامير، وفي أنواع سريعة جدا. إحنا حتى رجال الأعمال نعطيهم أنواع من الأنسولين، في ياكلوا بالوقت اللي بدهم إياه، فيهم يصوموا حتى بالشهر الفضيل، فيهم يصوموا وقت بدهم يصوموا، يعني بيعيشوا حياتهم ليه شخص ثاني ما معه سكر. نعم دكتور، اكيد يعني الحديث مع حضرتك ما بيخلص عن المرض. بوجه انا نداء للاداره انه اعملوا الحلقه شوي اكبر حتى نقدر نكي من عيوننا. دكتور زياد زودي، احنا كثير بنتشكرك، واصلا انت من اهل البيت اكيد، ونحن اكيد ناطرينك بحلقات جايه، والاكيد اي حدا بحب انه يستفسر او يسال الدكتور اي سؤال اكيد بيتواصل عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. شكرا كثير لك دكتور، وشكرا لكل نصيحه او لكل توعيه بتقدم لنا اياها. وكان صباحي غير معكم اكيد. شكرا لك دكتور زياد زودي، اخصائي واستشاري في أمراض السكري، شكراً لوجودك معنا وللمعلومات القيمة اللي قدمت لنا إياها. أما هلأ مشاهدينا بننتقل لغرفة الأخبار للإطلاع على آخر المستجدات السياسية بسوريا والعالم مع زميلي صفوان العلي. يسعد صباحك صفوان. صباح الخير نور، متابعينا موجز 10 صباحاً من الإخبارية السورية بعد الفاصل. أهلا بكم. أكد الرئيس بشار الأسد أن سوريا تنظر إلى العلاقة التركية الروسية الجديدة بإيجابية، على أمل أن تتمكن روسيا من إحداث بعض التغييرات في السياسة التركية، وخاصة حول وقف الاعتداء على الأراضي السورية ووقف دعم الإرهابيين. وأوضح الرئيس الأسد في مقابلة مع صحيفة كامسا مولسكايا برافدا الروسية أن التوغل التركي في الأراضي السورية غزو يتعارض مع القانون الدولي والأخلاق، والهدف منه صرف النظر عن القناع الذي يلبسه الأتراك وتبيض صفحتهم، مشيرا إلى أن ما شهدته سوريا والمنطقة خلال الأشهر القليلة الماضية أكثر من حرب باردة وأقل من حرب فعلية، وجوهر هذه الحرب يتعلق بالمحاولات الأمريكية للحفاظ على الهيمنة على العالم. تبدأ في مدينة لوزان السويسرية اليوم لقاءات حول الأزمة في سوريا، يشارك فيها وزيراء الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأمريكي جون كيري وعدد من وزراء خارجية بعض الدول في المنطقة. وأعلن لافروف أن بلاده ستطرح خلال اجتماع لوزان خطوات محددة لتنفيذ قرارات خاصة بسوريا، وطالب لافروف من وصفهم بشركاء روسيا بالعمل على تنفيذ القرارات الدولية حول سوريا ووقف الأعمال القتالية ومحاربة الإرهابيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإطلاق عملية سياسية فورا بمشاركة جميع الأطياف السورية ومن دون أي شروط مسبقة. وفي سياق متصل، أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أن روسيا تدعم مشاركة إيران والعراق ومصر في مباحثات لوزان. وقال بوغدانوف: تحدثنا عن حضور الدول الثلاث مع الأمريكيين، ونعتقد أن بداية عملية أي تسوية في سوريا ينبغي أن تكون ضمن مجموعة ضيقة من البلدان التي لها تأثير مباشر على الأطراف السورية. هذا وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير محمد جواد ظريف سيشارك في اجتماع لوزان اليوم.
في الخبر الأخير، وقبل ساعات من بدء اجتماع لوزان أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما دعا مستشاره إلى مواصلة المحادثات المتعددة الأطراف للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا. وأشار البيت الأبيض في استعراض لاجتماع عقده أوباما مع مستشاريه إلى أن أوباما أصدر تعليمات لفريقه للأمن القومي بمواصلة المحادثات مع الدول الرئيسة سعيا للتوصل إلى حل سياسي للأزمة. نهاية الموجز، وعودة إلى الزملاء في صباحنا غير. شكرا لك صفوان. أما هلأ مشاهدينا بننتقل لفقرتنا الأخيرة من دمشق الفيحاء إلى حلب الشهباء، مرورا بلؤلؤة ساحل طرطوس واللاذقية ونواعير حما وسهول حمص، آثار، حضارة، حكايات كثيرة تروي عن سوريا الطبيعة الخلابة والمباني العريقة فيها. عملت وزارة السياحة على مدى الأعوام الأخيرة على تشجيع السياحة في بلد يحاول الإرهاب ضرب مفاصل الجمال والحضارة فيها، حيث أقامت وزارة السياحة بمناسبة يوم السياحة العالمي فعالية تحت عنوان السياحة للجميع. للإضاءة أكثر على هذه الفعالية وعلى الواقع السياحي والتحديات يلي عم يواجهها القطاع السياحي بسوريا بشكل عام، بصيرنا نرحب بالاستوديو بالأستاذ بسام بارسيك مدير الترويج والتسويق بالوزارة. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير، الله يعطيكم العافية. صباح الخير. بالبداية خلينا نحكي عن الفعالية اللي أقامتوها بيوم السياحة العالمي، السياحة للجميع. خلينا نحكي شو هي وشو الهدف الأساسي منها. هلأ نحن سوريا هي من الأعضاء المؤسسين لمنظمة السياحة العالمية، وكل سنة منظمة السياحة العالمية بتعمل احتفال بيوم السياحة العالمي في له شعار كونسبت معين كل سنة. هالسنة كان الشعار تبعنا تبع المنظمة هو السياحة للجميع، بمعنى إنه السياحة هي حق للجميع، للكبار، للصغار، للنساء، للرجال، للأصحاء، المعافين، للمصابين. فانطلاقا من هذا المبدأ نحن طبعا عنا بسوريا كل دولة بتحتفل فيه على طريقتها وبتحتفل فيه بالشكل اللي هي بتلاقيه أنسب لخصوصيتها. فنحن بهاي السنة احتفلنا بهذا اليوم، يوم السياحة العالمي. كان في محورين، خلينا نقعد نقول محور أعمال تطوعية بما يخص القطاع السياحي وبما يخدم القطاع السياحي، وكان في جزء احتفالي وترفيهي. الجزء الاحتفالي بالحقيقة ما بيتجاوز أقل من 15% من الأعمال اللي صارت في المحور الثاني. بالمحور الثاني كان في أعمال تطوعية كتير. بدأنا قبل بعدة أيام بموضوع تنظيف مجرى نهر بردة، تنظيف المنطقة اللي تحت جسر السيد الرئيس، دهان هالمنطقة هاي. طبعا صار في إنارة لمجرى نهر بردة، صار في إنارة للسيف الدمشقي اللي موجود بساحة الأمويين. هلا البروفايلات كلها إضاءة دمشق، عن جد السيف الدمشقي، وهيك على الفيسبوك عن جد فكرة رائعة. هلا هي بتعرفي إنه نحن هذا كمان ضمن مشروع عم نشتغل عليه اللي هو سوريا أجمل، بالتعاون مع عدة جهات. كل المناطق أو كل المواقع السياحية اللي فيها خاصية معينة بالجذب السياحي عم نحاول نرجع نظهرها بالطريقة الأجمل والأمثل، ونرجع نخلي الناس تتشجع على ترجع تزور هالأماكن. بس هاي الإضاءة دائمة ولا؟ هلأ مبدئيا نحن الإضاءة، لا هلأ هي الإضاءة لعدة أيام كانت، لكن الفكرة لا، نحن الفكرة أنه فعلا تبقى نساوية دائمة، وفي عدة أفكار كتير يعني عم نشتغل عليها. طبعا هذا الموضوع بده تعاون مع عدة جهات وما حدا قصر معنا. يعني أنا بتشكر كل الجهات اللي إن كان محافظة دمشق، إن كان وزارة الشؤون الاجتماعية، إن كان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة الداخلية، في المدير العام للآثار والمتاحف، دار الأوبرا، كل الجهات تساعدوا وتعاونوا معنا بهالفعالية هاي. هلا نحن عم نشتغل فعلا نقدر نعمل نقطة جذب سياحي مهمة عند نهر بردة، كتنظيف، كالمي تكون مثلا دارة مغلقة، كله هذا عم يندرس هلا إن شاء الله. وحتى الإنارة تكون لاحقا دائمة. هلا كانت هي إنارة مؤقتة لعدة أيام،
بس إن شاء الله لاحقاً الفكرة على الأقل السيف الدمشقي يكون موجود بشكل نعم. دائم مناسب إن شاء الله يا رب. أكيد أستاذ بسام أكيد بسمح لنا نوجه تحية كتير كبيرة لكل الأشخاص والجنود يلي عم يشتغلوا جنود المجهولين بالوزارة وبكل الجهات يلي ذكرتها كرمال يمكن تبين سوريا بأبهى حلة يعني لتزيد قلق وما نحس أبداً أنه نحن عم نعاني من أي مشكلة أو أي أزمة عم تمرق عليها وأكيد أكيد نحن منفتخر بجهود ناس مثل حضرتكم وما في أحلى من سوريا. خلينا نروح شوية نشوف تقرير عن اليوم السياحة العالمي ومنرجع. هنا أشياء كثيرة للاكتشاف، هنا سوريا منبع الحضارات، هنا السهول والجبال والسواحل والقلاع والمتاحف والطبيعة الخلابة، هنا رغم الآلام والحروب تبقى السياحة حق إنساني للجميع. فبمناسبة يوم السياحة العالمي أقامت وزارة السياحة بحضور رسمي وشعبي كبير فعالية في دار الأسد للثقافة والفنون تحت شعار السياحة للجميع الذي أطلقته منظمة السياحة العالمية هذا العام. لدينا رؤية أعددناها منذ عام 2014 ونسير بخطى ثابتة وفقا لها. اليوم نحن نؤكد على الاستثمار ولكن الاستثمار الذي يحقق مصلحة الدولة ويحقق مصلحة المستثمر، أي أن يكون الاستثمار رابح. طبعا مستمرين اليوم بدعم كافة المستثمرين بشكل كامل وكما قلنا واقع المنشآت وافتتاح العديد من المنشآت خلال الفترة الماضية واقع الإشغالات وهذه نقطة هامة جدا. نحن نعلم أن العديد من الدول تعتمد 40% بالقطاع السياحي على السياحة الداخلية. أنا أؤكد أننا في سوريا وبحجم الإشغالات الكبير خلال الموسم السياحي والتي وصل إلى 100% نؤكد أن السياحة الداخلية دوما هي بخير بفضل إرادة الحياة وبطولات أبطال الجيش العربي السوري. في عودة لرجال الأعمال للبحث عن فرص عمل، هذول بشكلوا شريحة من شرائح السائحين اللي بيجوا للبلد. صرنا نشوف استثمارات الحمد لله عم ترجع بشكل يعطي مؤشر للمعافاة. هذا ما كان بيصير لو نحن الحقيقة ما قدرنا نحقق انتصار ميداني على الأرض بفضل أبطالنا الكبار أبطال الجيش العربي السوري. مهما عملوا ومهما قالوا ومهما دفعوا بإرهابيين ومسلحين إلى سوريا ستبقى سوريا هي الحاضرة في كل مكان وزمان وهي التي ستقف على رجليها لكي تقول للعالم أننا نحن بلد مقدس. بدأت الفعالية بمعرض صور ضوئية لمواقع التراث السوري والمواقع السياحية التي طالها الإرهاب ثم دقيقة صمت على أرواح الشهداء الطاهرة تلاها النشيد العربي السوري وعرض فيلم سياحي عن سوريا بعدها كانت كلمة لوزير السياحة وعرض فني راقص لفرقة جل نار. تلا العرض الراقص مقطوعات موسيقية عزفتها أوركسترا المعهد العالي للموسيقى بقيادة المايسترو أندريه المعلولي تضمنت مقطوعات موسيقية عالمية وبانوراما سورية ضمت أغنيات من مميزات المحافظات السورية. اختتمت الفعالية بتكريم المميزين في القطاع السياحي الذي كان لهم بصمة واضحة في محاولة إنعاش السياحة في سوريا في بلد يحاول الإرهاب ضرب كل مفصل للحياة فيه. أستاذ بسام كنا عم نتابع مع بعض الفعاليات اللي أقمتوها بيوم السياحة العالمي، خلينا نحكي عن النشاطات، في نشاطات كثيرة ضمنت جميع شرائح المجتمع من الأطفال، منا كمان ركزتوا على الجرحى المصابين.
صح. هلأ عملنا نحن يوم سياحي للأطفال. الأطفال اللي ذوي الاحتياجات الخاصة، الأطفال المصابين بالتوحد، بالتعاون مع جمعيات مختصة، كان في جمعية زنوبيا وفريق أزهر تطوعي، عملنا لهم يوم سياحي للأطفال، جولة بلدكية، فعاليات سياحية، فعاليات ترفيهية وثقافية وتعليمية بنفس الوقت. كان لنا الفخر أنه يقبلوا جرحى الجيش وجرحى قوى الأمن الداخلي دعوتنا لليوم السياحي اللي نظمنا لهم إياه، طبعا بالتعاون مع عدة جمعيات بتعنى بالجرحى. كان في عدد كبير من الجمعيات اللي تعاوننا معها، عملنا لجرحى الجيش، جرحى قوى الأمن الداخلي، حتى جرحى وزارة الكهرباء كانوا مشاركين معنا مثلا. عملنا يوم سياحي لهم، يوم ترفيهي، فنحن فعلا كان لنا الفخر انه قبلوا دعوتنا لهالمناسبه هي. كان الهدف نحن طبعا هو يوم سياحي لهم، بنفس الوقت تسليط الضوء على تراثنا ومواقعنا وتاريخنا وسياحتنا، وهو تحقيق بالنهايه لهذا الشعار السياحه للجميع. نعم. فيعني بنتمنى نكون قدرنا نحقق هدفنا بهذا اليوم. هذا المشروع او هي الخطوات اللي عم نقوم فيها هي خطوة أولى. نحن في عدة مبادرات وعدة مشاريع عم نشتغل فيها، مثل ما قلت، مثل مشروع سوريا أجمل، جراحكم شفاء للوطن، بعيونكم أحلى، كل هالمبادرات اللي عم نشتغل فيها. نحن الشيء اللي بيظهر بيوم السياحة العالمي هو قمة جبل الجليد، تحت منه في عمل كتير وفي كتير مبادرات عم نشتغل عليها. حتى في مبادرات تطوع، ما ذكرت مبادرات تطوعية، أغلبها تطوعية، أغلبها تمام. يعني فريق دمشق 2020 كان عم يشارك بشكل كبير، جمعية الكرمة، كان في ناس أجانب عم يشاركوا بموضوع التنظيف اللي عم يصير، كان إن كان لمنطقة الجسر السيد الرئيس أو نهر بردة، في ناس أجانب حبوا يشاركونا بهالفعاليات ونزلوا واشتغلوا بإيدهم. فإن شاء الله كل المؤشرات اللي يعني اللي عم تبين لنا أنه العودة بقوة للسياحة السورية. السياحة الداخلية طبعا هي التركيز عليها ما زالت قائمة، السياحة الدينية كمان لساتنا عم نستقبل، لكن السياحة المعتادة اللي كنا نشوفها من قبل وأعداد الملايين اللي وصلنا لها، إن شاء الله الطموح والهدف الآن إنه نرجع لهالوضع اللي كنا عليه وأفضل، وكل المؤشرات إيجابية إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. أستاذ بسام، يمكن على الويب سايت تبع موقع وزارة السياحة في نوع من الترويج الجديد للمواقع السورية الأثرية، كانت الدينية أو الأثرية، خلينا نحكي يمكن شو هو الأسلوب الجديد بما أنك مدير الترويج. هلأ نحن عم نعتمد أول شيء عم نعتمد على أنواع جديدة من تقنيات التصوير، خلينا نقول. طبعا كل الأفلام وكل الفواصل الجديدة اللي سويناها آخر سنتين هي كلياتها فول اتش دي، كلها عم تتصور بكاميرات جديدة، عم تتصور بطريقة جديدة، عم نستخدم الكاميرا الطائرة، عم نركز، خلينا نقعد نقول في عنا، عم نستفاد من مواقع التواصل الاجتماعي، عم نستفاد من الطرق الجديدة لنشر هالفواصل هاي، بنفس الوقت عم نعمل الترويج بالصدمة، خلينا نقعد نقول هذا المصطلح. نعم. اللي هي عم نركز على نظهر شغلات العالم ما بيعرفها، العالم أخذ فكرة معينة عن سوريا، لا ما هيك الوضع، في عنا شغلات كويسة، في عنا الأمور، في عنا سياحة داخلية ظلت طول السنة شغالة. بعام 2016 نحن بهي السنة خلال موسم الصيف ما كان في ولا مكان شاغر بالمنطقة الساحلية على مدى شهرين، في حركة سياحية، هذا الشيء عم نحاول نرجيه للعالم، وإن شاء الله مثل ما قلت يعني المؤشرات هلا كلها تدل على أنه نحن العودة للقطاع السياحي لاستقبال السياحة القادمة من الخارج كلها مؤشرات إيجابية. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله بنتمنى لكم التوفيق. أكيد نوجه تحية كتير كبيرة لوزارة السياحة، لأنه من أكثر القطاعات يمكن تضررا في ظل الأزمة هي قطاع السياحة، وهلا التركيز يمكن على السياحة الداخلية مثل ما قلنا وعلى السياحة الدينية. بالختام كلمة أخيرة بتحب تقولها سيد بسام؟ بتشكركم جميعا، بتشكر الإعلام، نحن والإعلام دائما يعني السياحة والإعلام والنقل هنين شركاء. بس الأخبار السورية مميزة عندكم أكيد. دائما مواكبتكم بجميع الفعاليات أكيد مميزين دائما، فدائما في شركاء، كل ما بيكون في تغطية إعلامية
بشكل واضح وحلو وظريف. هذا أيضا جهد من جهود الإعلام، الجهود الترويج السياحي، وإن شاء الله أنا السياحة للجميع. يعني برجع بتمنى أنه كل المواطنين يقدروا يمارسوا حقهم بسياحتهم ببلدهم بكل المواقع السورية، إن شاء الله اللي راح ترجع لحضن الوطن بجهود جيشنا. أكيد يا رب. شكرا كثير لك استاذ بسام الحين، متشكرك ومتشكر اكيد كل الفريق اللي تعب معك. شكرا لك استاذ بسام بارسيك، مدير الترويج والتسويق في وزارة السياحة، شكرا لوجودك معنا. محطاتنا الصباحية لليوم وصلت لنهايتها، تحيتنا أكيد من جددة لحماة الديار أبطال الزمان والمكان، لمتابعة حلقتنا أكيد عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير أو ساعة واحدة ليلا على شاشة الإخبارية السورية، ومن هلأ أكيد لبكرة بموعد جديد، تضلوا بألف خير، باي باي. مشاهدينا صباحنا غير بهي اللحظة وصل لنهاية فقراته، بكرة موعدنا بيتجدد بنفس الوقت تمام الساعة 9 صباحا بحسب توقيت مدينة الياسمين دمشق بمواضيع جديدة وضيوف كتار. الرحمة دائما نطلبها لشهدائنا والشفاء العاجل للجرحى، والنصر دائما لحراس الحياة أبطال الجيش العربي السوري. بكم النصر يولد من جديد كل يوم، إلى اللقاء.